Migration has always been a fact for Europe, and it will always be. Throughout centuries, it has defined our societies and shaped many of our lives. And this will always be the case. Migration is complex. The old system to deal with it in Europe no longer works. من رحم المعاناة تولد أشياء كثيرة، فتولد القوة والأمل والأبطال والإبداع، ويستمر العديد ممن يعانون ظروفا قاسية في حياتهم بإثبات أنفسهم في ظل ظروف عصيبة، ليثبتوا للعالم أنه لا أعذار لتحقيق حلمك. ولعل أبرز فئة ممن يعانون في حياتهم هم اللاجئون الذين هجروا بلادهم وعوائلهم في ظروف قهرية وطارئة. إحدى الحالات هي الشابة السورية سعاد الشلح، والتي تبلغ من العمر 18 عاما فقط، لاجئة من حرب بلادها في أيرلندا. تملك هذه الفتاة شغفا بمهنة الطب الذي لطالما أرادت دراسته من أجل مساعدة الآخرين. وبحسب وصفها فلكم أن تتخيلوا مشاهدينا مدى صعوبة الأمر في ظل ظروف الفتاة وتكاليف كلية الطب ودراستها المعروف بغلائها في أغلب دول العالم، لا سيما في دولة أوروبية. لتفاجأ سعاد عندما تحدثت عنها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في كلمة لها أمام البرلمان الأوروبي، وصفتها بها بالمتفوقة، ضاربة بها المثل عن الأشخاص الذين يتمتعون بالأحقية للبقاء ومرحب بهم ولديهم مستقبل ومهارات وطاقة وموهبة. مشيرة في حديثها إلى سعاد التي وصلت إلى البلاد منذ 3 سنوات، ولكن لم يكن حديث رئيسة المفوضية هو جوهر قصتنا، بل حصلت سعاد على منحة دراسية من الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا. وقالت فون دير لاين في كلمتها أمام البرلمان الأوروبي: سنحرص على أن الأشخاص ممن لهم الحق في البقاء أن يتم إدماجهم فيهم لديهم مستقبل ليبنوه. أما سعاد فعلقت في طبعا مقطع فيديو نشرته المفوضية الأوروبية على موقع فيسبوك بأنها بدأت بالقفز فرحا، وقالت سعاد: عندما ذكرتني الرئيسة كنت متفاجئة وممتنة في نفس الوقت بأن يتم ذكري من قبل أقوى شخص في أوروبا. When President von der Leyen mentioned me in her speech, I was incredibly surprised, but also very honored and grateful, you know, to be mentioned by the most powerful person in Europe. I've always wanted to be a doctor, I suppose, because the idea of being able to help others when they're most vulnerable, that appeals to me a lot, along with the science and the knowledge behind being a doctor. I could check the first line and I could see that I had an offer to RCSI, and I genuinely started jumping up and down, and I called my parents and I called them to come over, and it was, you know, that one moment where you feel like everything you've worked hard for has paid off, and I genuinely, you know, my heart couldn't stop beating and I was just so happy. So yeah, that was probably my happiest moment so far in Ireland. حازت القصة المؤثرة على العديد من المتابعات، كما جذبت عددا لا بأس به من التعليقات، وقد اخترنا لكم عينة من هذه التعليقات وسنشارككم إياها. والبداية من محمد الذي علق. ماذا قال محمد؟ قال: إنها الشابة السورية التي تمثل عنوان النجاح وتتألق في الفضاء الأوروبي وتجعل من التفوق عنوانا للسوريين. علي قال: أحسنتي وأبدعتي يا سعاد، رفعتي راية العلم والتفوق، وأسهم العرب في الخارج بدل بعضهم الذين شوهوا صورتنا في العالم كله. أخيرا علق إبراهيم وقال: فعلا لا أعذار لمن أراد النجاح، وصدق من قال: من جد وجد ومن سار على الدرب وصل.